شو كل هالأسماء؟ شكله في حاجز قدام وخايف نتأخر. ما تقلق، عامل حساب، طبعت شارة الهلال الأحمر وما حدا حيوقفنا. الحمد لله الحمد لله، هي أجا الدكتور يا جماعة. يحظر استخدام شارة الهلال الأحمر من غير المخولين لهم بذلك. يحظر تسمية الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو البلورة الحمراء أيًا كان الغرض من هذا الاستخدام. يحظر وضع شارة الهلال الأحمر على الأماكن غير المرخص لها بذلك، مثل المحلات التجارية، وسائل النقل، الإعلانات والملصقات، وأدوات الدعاية الأخرى. قانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء.